السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله يكون كل شيء بخير وعلى خير. اذا اخوان والاخوات، كما كتعرفوا يعني مؤخرا خصوصا في هذا العمل اللي دازت، شفنا مجموعه ديال الممارسات ديال نظام كبرانات العسكر بهذا المعنى هذا، يعني من بدايه ديال التشويه ديال السمعه ديال سيدنا بهذاك الكاريكاتير اللي كانت نضت واحد الضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك مؤخرا كما كتعرفوا قطع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب، يعني العلاقات الاحاديه يعني من طرف واحد. والبارح يعني سمعنا واحد الخبر صراحه اللي مضحك جدا، سمعنا بلي انه جزيره الجزائر قطعت الاجواء على الطائرات المدنيه والعسكريه. اذا ما صراحه هذا الموضوع هذا فيه ما يتقال. غادي نرجع لكم انايا الخطاب ديال العمامره اللي على اساسه عطى الديكلاراسيون ديال انه بلي غادي تقطع العلاقات الدبلوماسيه. هنا كتبان العقده ديال الجزائر المغرب، رغم انه الخطاب الملكي سيدنا قال بلي انه احنا ما كنتحملوش المسؤوليه ديال الماضي لا المغرب ولا الجزائر، ولكن للاسف الكبرانات مور الخطاب مباشره كان الرد في خطاب ديال العمامره اللي هو وزير الخارجيه الجزائري. اول حاجه بدا بها هي حرب الرمال، وقال لك تمنا لف شهيد ومجموعه على الامور، يعني بقي هذه حرب الرمال عقده عند كبرانات ديال الجزائر على مدى التاريخ، هي اللي كانت السبب الرئيسي باش انه صنعوا واحد الكيان وهمي، واحد المحلبه. هذيك المحلبه لان البوليزاريو بالنسبه للالجيري سي تان بروجي من بدايه الستينات ومن بدايه السبعينات بلوتو، يعني 75، وهما كيحلبوا في البوليزاريو اللي كان دعم من مصر من القذافي، مجموعه تاع الدول فلوس ومساعدات، يعني واحد البروجي اللي كبير اللي ما يقدروش يستغناو عليه. زرعوا هذاك الكيان الوهمي وللاسف اللي فوق التراب ديالهم كما كنقولوا حنايا. اذا كاين مجموعه ديال الامور اللي الجزائر كديرها باش تستفز المغرب. مؤخرا كما شفتوا الاغتيال ديال شهيدين سائقين اللي كيديو السلعه لافريقيا، ويعني وفي التحقيق عرفنا بلي انه تشد واحد من البوليزاريو. اذا كانت هذه مؤامره من المخابرات الجزائريه، ما قدروش يتوغلوا في هذا الوطن الحبيب، لان عندنا حنايا تبارك الله مخابرات، عندنا جيش قوي. وابسط مثال يعني الكركارات، يعني الجيش ديالنا يعني جرى على المرتزقه تاع البوليزاريو، وهذيك المنطقه رجعت يعني للتراب الوطني بهذا المعنى، يعني ما قدروش انهم يديروا شي عمليات ولا شي حاجه هنايا. يعني دابا كيستهدفوا المواطنين المغاربه، كنظن انه مستقبلا، لان هاد الناس حمق عشره في عقل كما كنقولوا حنا في وجده، مستقبلا راه يقدروا يمنعوا حتى المغاربه باش يدخلوا تما الجزائر، يقدروا نرجعوا للقضيه نتاع 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 اليوم الاسود اللي في العيد الكبير جراو على 200 الف مغربي اللي خداو لهم الاملاك ديالهم، اللي خلاو مجموعه نتاع الناس اللي الاضاحي ديالهم معلقين. كذلك كاين الناس اللي ما يعرفوش المغرب وخا باواتهم مغاربه ولا تزادوا وكبروا في الجزائر، جابوهم هنا رماوهم الاولى تدخل تاع الملك الرحيل الحسن الثاني اللي عطاهم فرص شغل وتهلا فيهم، ولحد الساعه يعني راك شادين المناصب اللي حنا كنسميوهم حنا في مدينه وجده المهاجرين بهذا المعنى هذا. اذا كاع هاد الشيء اللي كيديروه الجزائر كيحسب لهم في راسهم لانهم غادي يضغطوا على المغرب ولا غادي يسدوا علينا، بالعكس المغرب قوه اقليميه، ونقدر نقول لكم انا دولة عظمى في افريقيا، وغادي ترجع من الدول العظمى في العالم. عندنا علاقات كبيرة لا مع الجالية اليهودية في اسرائيل اللي هما حاكمين اسرائيل بهذا المعنى هذا، عندنا علاقات مع امريكا، عندنا علاقات كبيرة مع مجموعة تاع الدول. يكفي انه اسبانيا الخطأ اللي دارته وزيرة الخارجية ديالهم راه دابا هودة الراس، يعني كيطلبوا السلة بالعلم بهذا. المغرب حقق مجموعة ديال الامور، منها في الدبلوماسية المغربية فتح مجموعة ديال السفارات في العيون والداخلة، اعتراف التاريخي تاع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا حنا كورونا نقدروا نقولوا دخلت علينا بالخير، وهذا الشيء اللي وصل له المغرب هذا واحد المجهود ديال سنوات اللي صرع عليه صاحب الجلالة
منذ توليه العرش في 1999. إذن صاحب الجلالة خدم وخدم وخدم، دابا حنا كنحصدوا، علاش كيقول لك من زرع حصاد، حنا دابا كنحصدوا هذيك الثمار اللي خدم عليها صاحب الجلالة الملك الحكيم. وكما كنعرفوا حنايا الملك غادي تعطى له واحد الجائزة عالمية ديال السلام، لأنه الملك ديالنا بشهادة يعني دول وبشهادة مواطنين تاع دول، مثلا غير نهار مشى لتونس وكانت عندهم الثورة ومجموعة تاع الأمور خرج كتمشي على رجليه، هذا كيبين بلي أنه الملك محمد السادس واحد الإنسان اللي طيب، واحد الإنسان اللي ما كيخافش، واحد الإنسان اللي عنده الثقة في النفس. كذلك هنا في المغرب الحمد لله بلد الأمن والسلام، الخلية إرهابية غير تبغي تقول بسم الله راه كيشدوها، يعني الحمد لله يعني كان مجموعة تاع الأمور اللي كتخدم هذا الوطن اللي كتكيد وكتعصب الجنرالات ديال العسكر. انا غادي نقول لهم غير واحد الرساله، ما غاديش نديروا عليكم، لان المثل المغربي حنا في الديور ديالنا المغاربه كي كيكون عندنا شي راجل كبير من 70 سنه الفوق كنقولوا هو مسكين ما ديرش عليه. لهذا انا نقول خوتي المغاربه نقول لهم ما ديروش عليهم، زعما انتم غادي قطعتوا علينا الطيران وسديتوا الحدود تقطعوا علينا الماء، حنا كل شيء راه لكم الشرف تدخلوا المغرب، الخيرات اللي كاينه في المغرب ما كاينه حتى في شي بلاصه، ما عندكمش الماء، ما عندكمش الحليب، الخبز بالتور، مجموعة تاع الامور، الانبوب ديال الغاز اللي بغيتو تقطعوه والغاز ما يفوتش كذا، وهذا حنا الرابح الاكبر، بالعكس لان عندنا محطه ديال الغاز هنايا في عين بني مطرم اللي حنا اللي غادي نستافدوا به بطبيعه الحال. اللي كان مجموعه تاع الامور، اذا الرساله ديالي للكبرانات ديال العسكر وماشي للشعب الجزائري، لان حنا بحكم انني ابن المنطقه الشرقيه انا الجده ديالي جزائريه ماين الوالده ديالي، انتم اخوتنا وحبابنا وعارفين بلي انه ما كرهتوش تهضروا، لان مؤخرا رجعنا كنشوفوا لاول مره وفي تاريخ الجزائر كان العسكر ديما مدرق ما باينش، اليوم رجعنا انه كنشوفوا اينما حل وارتحل الرئيس تبون كنشوفوا معاه شنقريحه، يعني هذا رساله للشعب الجزائري باش يرهبهم، لان العسكر كاين مجموعه تاع الامور. ولا ننسى بانه شنقريحه عنده عقده من المغرب، لانه تاثر في المعركه ديال امقاله، هذه شكلت له عقده، وكنظن انهم يقدروا يديروا حتى شي حاجه، لانه المغرب قوي بقوته المسلحه الملكيه، قوي بالاجهزه ديالو ديال المخابرات، قوي بالقياده الرشيده تاع صاحب الجلاله. والله يحفظ هذا الوطن، والله الوطن الملك، وتبارك الله عليكم. السلام عليكم، معكم عثمان من مدينه وجده، بخصوص موضوع غلق المجال الجوي على الطائرات المغربيه سواء المدنيه او العسكريه اللي كانت خرجت به الحكومه الجزائريه، واحد القرار اللي عفوي وما ما عنده حتى شي تاثير على الطائرات المغربيه سواء كانت عسكريه او مدنيه. فمؤخرا ومن بعد يوم فقط من صدور القرار اتجهت طائره مغربيه من مطار الدار البيضاء نحو مطار اسطنبول اتاتورك صباحها، والحمد لله دارت نفس التوقيت المعتاد ووصلت بخير بسلام. فهي فقط الحكومة الجزائرية كتبغي تخلق واحد النوع من الشجار مع الجارة المغربية فقط لتغطية مشاكل داخلية بالحكومة نتاعها ومشاكل كبرانات، وكنتمناو انهم ان شاء الله يديروا عقلهم. والحمد لله المغرب غادي في واحد الطريق مستقيم، طبعا تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وطبعا تحت الحكومه المغربيه اللي الحمد لله كتخدم بعقلها، وكنتمنوا انهم شي نهار يديروا عقلهم. وشكرا. السلام عليكم. شكرا على الاشواق محيط، واليوم غادي نتكلموا على الجزائر من حيث قطعوا مع المغرب النقل الجوي. واش غادي نقول لكم اخوتي، حنا بالنسبه للشعب راه حنا خوا، بالنسبه لدوك المسؤولين تاع الجزائر راهم غير يخربقوا، والمغرب ديالنا راه جنة، راه المغرب الا سمح لكم نتوما باش تدخلوا عندنا بحال راكم داخلين لفرنسا، راه بحال اللي فرنسا مستقبلكم. والله يخلي لنا سيدنا وعاش الملك، وحنا الشعب خوا حنا ما بيناتنا عداوه، وتحيه للمغاربه كاملين في ما كانوا. والله يهدي دوك المسؤولين تاع الجزائر، دوك العسكر اللي راهم يحكموا وراهم دايرين تما ما بغاو في ديك الجزائر، الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. وكان معكم اخوكم نصير بن زكري من مدينه وجده، وشكرا اشواق حجه. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.